أنا حالا دلوقتي أيضا على تليفون دكتور دينا فاروق أبو زيد رئيس المركز الإعلامي لجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبشكرك سيادة النايب أستاذ. العفو يا فندم. العفو يا فندم. خالص 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 يا فندم. احنا اللي بنشكركم. نشكركم على اهتمامكم بأبناء مصر من ذوي الهمم وأبنائنا الموهوبين، وبصراحة كل أبناء مصر من ذوي الهمم موهوبين. صحيح. زي ما شفنا في فقرة حضرتك امبارح بالأمس النجمة الجميلة هنيدة. أيوة. وبصراحة فور علم معالي الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلب حضرتك بالأمس في البرنامج بشأن متابعة حالة هنيدة هذه الطفلة النجمة الجميلة، على الفور أصدر تعليماته للمسؤولين عن مستشفى عين شمس التخصصي باستقبالها ومتابعة حالتها الصحية وعلاجها على نفقة الجامعة على أيدي كبار المتخصصين من أساتذة وعلماء كلية طب جامعة عين شمس. يا رب يخليكوا يا دكتور. احنا مش عارفين نشكركم ازاي يا دكتور دينا، ونشكر دكتور محمود وكل الناس اللي موجوده في الجامعه. الحقيقه دايما كده احنا دايما نتقل عليكم، دايما نتقل عليكم. معلش، احنا جامعه عين شمس بنعتبر ان جزء مهم من دورنا هو خدمه الشعب المصري من خلال كليات وعلماء في شتى المجالات. هو ده الكلام الحلو. فانا هستاذن حضرتك رقمي مع اسره الاعداد، ممكن تحصل عليه والدة هنيدة. ماشي. وتتواصل معايا ووفقا لتعليمات أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود المتيني إحنا في انتظارها حالا لو حبت. يا رب يخليكم. ألف 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 مليون شكر والله. أو الموعد المناسب ليها بإذن الله. وأنا هكون في استقبالها والتوجه معاها للمستشفى، هنتابع حالتها وتتلقى ان شاء الله كل العنايه من اسره المستشفى. الف الف شكر يا دكتور، مش عارف اشكر حضرتك ازاي. كل الشكر ليك يا دكتور دينا، كل الشكر لدكتور دينا فاروق ابو زيد رئيس المركز الاعلامي لجامعه عين شمس، كل الشكر لدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه.